لسه 6 أو 7 أيام على امتحانات الثانوية العامة. الطلبة ما بيفتكر إن لسه أقل من أسبوع على امتحان الثانوية العامة، ويكون قاعد قدام لجنة ثانوية عامة وقدام كراسة الإجابة اللي هتحدد مصيره، اللي هتحدد مستقبله، هتحدد كليته، واللي هتحدد هيعيش إزاي، هيقبض كام، هيتجوز مين. أصلا التفكير في الموضوع ده في حد ذاته متعب جدا. السلام عليكم حبايبنا واخواتنا في ثانوية عامة وأي حد بيتفرج علينا. أنا زياد الحصري بتاع البوزيتيف إنرجي، فيديو جديد. خلاص بنفنش السنة والكاونت داون بتاع الامتحانات بدأ، والتوتر والضغط والقلق بيزيد كل يوم. خلينا نكون واضحين مع بعض في الكلام مبدئيا كده، اللي ذاكر ذاكر من زمان خلاص. طيب أعمل إيه؟ دايما أمي بتقولي لازم تجيب مجموع أكتر من بنت خالتك. عمتي كل ما تشوفني في البيت تقولي يا دكتور. عمي في الشارع بيقول لي يا باش مهندس. جيراننا والناس اللي حوالينا بيقولوا الدكتور راح، باش مهندس جه، وسيادة السفير. وكمية ضغط عليك وتخبيط يمين وشمال، الناس مش مدركين حجم الضغط النفسي اللي وقع عليك الفترة دي كطالب ثانوية عامة. انت شغال من شهر 7 اللي فات، دروس ومذاكرة ومرمطة في الشوارع وشتا وعاصفة التنين وحر، عدى عليك تقريبا كل فصول السنة. فطبيعي جدا الإنسان أو طالب الثانوية العامة يهنج، كل إنسان ليه طاقة أو يفصل شوية كده. واحد تعب من المذاكرة، تعب من الدروس، ده شيء طبيعي جدا. أنت بني آدم وكل بني آدم ليه طاقة، أنت مش روبوت عشان تشتغل متواصل. الثانوية العامة عبارة عن ماراثون، الماراثون ده اللي بيكون نفسه فيه هو الأطول هو اللي بيطلع كسبان منه في الآخر. دي بالظبط الثانوية العامة. شيء طبيعي جدا إن أهلك وقرايبك وكل جيرانك يقولك يا دكتور، يا باشمهندس، يا سيادة السفير. شيء طبيعي جدا ان هم يقولوا لك كده. اولا هم عايزين يفرحوا بيك بجد، وعايزين يشوفوا نتيجه تعبهم على مدار مراحلك التعليميه كلها، ابتدائي، اعدادي، ثانوي. ثانويه عامه دي تلخيص او ختام لمراحلك التعليميه كلها، فما تستغربش ان هم بيقولوا كده عشان يحفزوك او كده. اي نعم، ممكن التحفيز ده يقلب معاك بحاجه سلبيه شويه، ان انت ممكن تخاف تخش الامتحان، اخاف اغلط في السؤال الفلاني في الماده الفلانيه، اخاف ما احققش هدفي. وما تقلقش خالص انك خايف من الامتحان، بالعكس انك تفرح جدا انك خايف من الامتحان، علشان ده احساس بالمسؤوليه. يعني انت حاسس بالمسؤوليه اللي اهلك حاطينها فيك وثقتهم اللي محطوطه فيك، ان شاء الله مش هتخذلهم ابدا طول ما انت عامل حساب للامتحان ومحضر نفسك كويس. باذن الله ما تقلقش من اي حاجه ان شاء الله خالص. ثانويه عامه 2020 اسوأ حظ في تاريخ الثانويه العامه، واكثرهم ثانوية عامة 2020 أكتر دفعة ثانوية عامة مظلومة في تاريخ الثانوية العامة المصرية بشهادة مصر كلها. كورونا، حظر، أحداث جارية، طالب مشتت مش عارف يذاكر. أنت معاك عذرك، بس أنت ليه ما تحاولش تحول الأحداث والحاجات اللي بتحصل حواليك من شيء سلبي إلى شيء إيجابي؟ مثلا حتى أنت ممكن تفرح أهلك وتفرح عيلتك بمجموعك وكليتك السنة دي، حتى لو هتكون الحاجة الإيجابية الوحيدة سنة 2020. بص كده معايا، انا عايز اقولك حاجه، يعني خليك هادي، خليك راسي كده، خليك رايق، خليك برنس في نفسك، ما تاخدش حاجه على اعصابك، خليك بارد. خليك بارد ايه يا عم زياد؟ خليك بارد ازاي؟ انا عندي امتحان ثانويه عامه كمان اقل من اسبوع. خليك بارد. ايوه خليك بارد، اقولك ازاي. الثانويه العامه دي ميكس بين الحرب النفسيه والحرب الجسديه. اولا الحرب النفسيه اللي انت بتعيشها حاليا مع نفسك، انت حاليا عايش حرب نفسيه مع نفسك. كل يوم قبل ما تنام بتقعد تفكر، يا ترى انا هعمل ايه في الامتحان، يا ترى هقدر احقق ولا لا. دي الحرب النفسيه، انك عايز توصل بس بتفكر ومتعملش حاجه. يعني انا عايز احقق حاجه وبفكر مشتت مش عارف اعمل ايه، لدرجه كمان ان هي ممكن توصل بيك في بعض الاحيان انك ما تذاكرش، او يعني ما انا مخي وقف مش عارف اعمل ايه. دي الحرب النفسيه. الحرب الجسديه انك تعبت خلاص، جبت اخرك. انت من شهر 7 اللي فات انت في دروس ومرمطه في الحر وفي المطر عشان تلحق الدرس ده، ما لحقش اعمل واجب الدرس ده، واروح امتحن عند المدرس الفلاني واروح عند ده. دي الحرب الجسديه. فالمطلوب منك الفتره دي انك لازم تكون راسي وعاقل كده وهادي، وما تفكرش كتير. خد كل مرحله او كل خطوه بخطوتها، ما تبصش قدام دلوقتي، يعني عيش اللحظه بلحظتها دلوقتي، وتكمل مذاكرتك بشكل طبيعي جدا. اي نعم الكلام اللي انا بقوله ده مش هيوصل لك قوي او مش هتحس بيه دلوقتي، هتحس بيه بس بعد ان شاء الله ما تخلص ثانويه عامه وتكون مخلصها فرحان، وربنا جابر خاطرك كده ومفرح اهلك معاك ومحقق حلمك، وهيتاكد ان كل كلمه قلتها كانت صح. فعشان كده خليك هادي وعاقل. فلو انت عملت كده وهادي كده وبرنس في نفسك، فانت قطعت على نفسك شوط كبير جدا على تحقيق الهدف بتاعك، وانت مدرك حجم المسؤوليه اللي على كتافك. ده غير الشخص المهزوز او اعصابه مهزوزه مش عارف يكمل. كل الموضوع هو موضوع اعصاب،
انت تظبط اعصابك ان شاء الله في النهايه نتيجه ايجابيه وهتفرح اهلك باذن الله. فعشان كده اظبط نفسك كده، ما تخافش من اي حاجه، كل جه ربنا كويس طول ما انت متاكد انك ما قصرتش وحاسس انك ما قصرتش، فان شاء الله ربنا هيديك على قد كرمه باذن الله. علاقتك بربنا الفترة اللي احنا فيها دي مهمة جدا، ولازم تكون علاقتك بربنا قوية جدا عشان ربنا يكون معاك. مش عيب الواحد يكون عايز حاجة يطلبها من ربنا ويقرب من ربنا حتى لو كان مقصر. يعني لو انت مقصر مع ربنا حاول تقرب منه فترة الامتحانات، مش عيب خالص. يعني مش عيب خالص لما حد يكون عايز حاجة من ربنا يقرب من ربنا، قرب. بس العيب الأكبر أو الغلط الأكبر إنك تبعد عن ربنا أما تحصل على الحاجة اللي انت عايزها دي. أهم حاجة تكون مع ربنا عشان ربنا يكون معاك ان شاء الله ويكرمك السنه دي. يا دكاتره، خلصت الحلقه ان احنا هنكون هاديين جدا ما ناخدش الامور على اعصابنا. زي ما قلنا كده، برنس في نفسك. لو انت راضي عن نفسك ولو بنسبه 1% بس، خليك متاكد ان ربنا ان شاء الله عمر ما ادالك تعب خالص. ربنا باذن الله هيكرمك ويديك من فضله ومن كرمه. تفائل ان شاء الله خير، ربنا معاك ويفرح قلبك. حلقه النهارده كانت عن العامل النفسي وازاي بيأثر على طالب ثانوية عامة في الوقت ده من السنة أو خلال فترة الامتحانات. استنى إن شاء الله فيديو جديد قبل امتحان العربي هنتكلم فيه مع بعض، نجهز نفسنا للامتحان ازاي، نحل ازاي في الامتحان لو لا قدر الله قابلنا سؤال صعب، ازاي نتصرف في الأوقات دي. غير كمان هنتكلم إن شاء الله ونشوف نشرب ايه قبل ما ننزل الامتحان، هناكل ايه، هننام ازاي، كل حاجة بإذن الله. استنوها في الفيديو الجديد. بس ما تنساش لو عجبك الفيديو ده تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا كنت بفكر كده احط لينك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن تحت لو انت حبيت تعمل له فولو ولا حاجه. كان معاكم زياد الحصري، بوزيتيف انرجي.